نجي للميجر كومبوننت لوكيشنز اللي داخل الكيس. عرفنا بأن الكيس بأحجام وعرفنا بأنواع، أكو أرضي، أكو عمودي اللي هو التاور، أكو مثل بيزا بوكس. اللي عندي موجود هنا على حراوكم يا هو التاور اللي يكون بشكل عمودي، فأكيد ترتيب الكومبوننتس داخل الكيس شوي راح يختلف عن الأفقي وراح يختلف عن البوكس، عن العفو بيزا بوكس. فعندنا مثلا واحد the motherboard is usually screwed to the case along its largest face، يعني المذربورد القطعة الرئيسية راح أراكم إياها هسه بأنه راح تكون مربوطة براغي سكرود بالقطعة اللي هي أكبر قطعة، خلينا نقول مسطحة اللي موجودة على الكيس. Which be could the bottom or the side of the case depending on the form factor and orientation، أكيد تعتمد على الكيس. فحراويكم الكيس هسه عندي موجود، هذا الكيس تمام. فالمذر بورد راح يكون هنا على هاي القطعه الحديده اللي هنا موجوده. هو هذا الكيس طبعا هسه انا حاطه افقي، هو يكون بهذا الشكل، يكون على شكل تاور تمام. فالمذر بورد راح يكون على هاي الخانة اللي هنا، هذا المذر بورد، هاي قطعه المذر بورد اللوحه الام اللي موجوده، راح تنحط براغي تثبت على هاي الجهة من الكيس تمام. شوف هذين الخانات اللي موجودة صفح، طبعا اشرح على الكيس بعدين ارجع للنقاط اللي موجودة هناك عندكم بالملف مالت البي دي اف. هذين الخانات الموجودة على مود ال خلينا نقول الاخراجات الانبوت اوتبوت اللي موجودة بالمذر بورد اللي هي مثلا ذني تمام. الاخراجات مالت المذر بورد مثلا يروح للبرنتر، يروح مثلا للسبيكرز للسماعات، يروح مثلا للماوس الكيبورد، هذين الخانتين موجودتين هنا للبرنترز. فهذني مين يظهر؟ هذني على ظهره من الجهه الخلفيه للكيس، يعني بحيث المذر بورد من ناحيه ثبت بهاي الصوره المذر بورد، هذني راح يظهر. شوف الحاله مالته، شوف ترتيباته، راح يدخل من ذني الخانات هنا على مود اقدر اشوف من هنا بهاي الصوره تمام. الاخراجات موجوده من هالصوره. وهذا الشيء مذكور هنا يعني كاتب form factors such as ATX provide، هذه الشركة معينة يقول لك provide a back panel with cut out holes to expose the IO ports provided by the integrated. فهذني الهولز اللي هم الانبوت والاوتبوت راح تكون اكيد، يعني مثلا اكو الماوس والكيبورد راح تكون وسيله انبوت، البرنتر مثلا والشاشه راح تكون وسيله اوتبوت اخراج. فهذني الهولز الموجودات بالكيس هن راح يكون مخصصات لهذا الشيء، بانه الكونكشنز بين الاوتبوت والانبوتس مع المذر بورد تمام، وموجودات على الجهه الخلفيه من الكيس. The power supply unit is often housed at the top layer of the case تمام. الباور سبلاي موجود وين المكان مالته؟ بالتوب layer مالت الكيس. خلينا نشوف وين مكانه بالضبط. هنا انا اعطيتكم الباور سبلاي، الباور سبلاي هذا مكانه الفتحه مالته فوق التوب layer تمام. اذا هذا المذر بورد راح يكون على هاي الصفحه، انا خلي اقلب الكيس اسهل لكم تمام. فقلبت الكيس حطيته على بشكل افقي، فالمذر بورد من هنا، الباور سبلاي راح يكون هناك، هذا مكان الباور سبلاي، وهاي الفتحه مالته عمود تدخل الكونكشن مالتك مالت الباور يكون ظاهر. وهمين لان بي فان، شوف اكو فتحه من هنا تهويه، فتحه تهويه من هنا على مود الباور سبلاي، تقدر انت التهويه مالته تصير سهله. واكو هنا عندك هم الخانات اذا شوفها هذني كلهن مفتوحات هم عمود التهويه مالتك الجانبيه تكون. هذا طبعا المذر بورد شفتوه هنا، هنشرح عليه بعدين اكثر، عمود مكان البروسيسور ومكان الفون مالتي، هذني السلوتس اللي ظاهرات هم ان شاء الله اشرح عليهم من نوصل للمذر بورد. طبعا بعد شنو اكو بالكيس؟ اكو بالكيس اذا شوفون هذني الجهات، الجهه من هسه عرفنا هاي الجهه مذر بورد، عرفنا هاي الجهه
للباور سبلاي عرفنا بأن هذين السلوتس هنا موجودات الفتحات، هذين كل الفتحات راح يكونن عمود. من تحط السلوت هنا كان كارت شاشة مثلا، إن كان كارت صوت، إن كان مثلا فد اكستنشن معين أنت تريده راح نحطه هنا، تمام. هذين السلوتات فين الإخراج مالتهم راح يكون منه كونكشن. لكن ذني اللي شنو يستعمل هذين الخانات اللي موجودة هنا، السي دي والدي في دي الوضع عن بهذني. شوف هاي الفتحة أعرض من هذا، تمام. هاي هنا تستخدم للدي في دي، للسي دي المرات مثلا فد يعني مشغلات معينة، درايفات معينة نحطن بهذا الجانب. هذا خاص مثلا الفلوبي ديسك. فلوبي ديسك انتو يمكن ما شايفيه، ما الصعوبة موجود بالشرح مالتكم لان هو فد شيء قديم صراحة. الفلوبي ديسك هو هذا فلوبي ديسك. شوف ال خلينا نقول المساحة مالته او الحجم مالته، المساحة مال المقدمة والحجم مالته بصورة عامة اصغر من السي دي، فما ينوضع هنا، هذا مكان كبير عليه، راح نوضع بهذا الخانات اللي هسه هذا الخانة هو راح يكون كلش ممتاز اليه. هذا فلوبي ديسك قبل لا يظهر السي دي، يعني هسه كلها اقراص او ممكن هسه كلها رامات، لكن الفلوبي ديسك هذا وحدة تخزن لكن تكون قديم. هذا الفلوبي ديسك حجمه جدا صغير يعني بالميجا بايت، واكو حتى بالكيلو بايت، يعني ممكن لا 1.44 ميجا بايت، يعني في الشكل الصغير يعني ممكن هسه يشيل صورة واحدة، حتى الصورة ما يشيلها اذا نقال حديث راح يصير 2 ميجا بايت. ففتشي واحدة تخزن قديمة كانت تستعمل، هذا مجرد يدخل مباشرة بهاي الصورة هاي ويندفع وبعدين اجكت من هاي الديمو. على العموم السي دي هذا، تمام، وسيلة انبوت اللي هو السي دي مثلا او الدي في دي، اكيد راح يوضع بهاي الصفحة هنا بهاي الصورة يندفع ويظهر من الامام مالت من الفرونت. بوكا شنو هنا ممكن نحط؟ ممكن هنا نحط الهارد ديسك، الهارد مالتك وحدة تخزن مالتك الرئيسية تنحط بهذا المكان بالكيس. فالكيس يعتبر فد شيء كلش مهم، يعني يا حجمع لك القطع كلها مالتن والكونكشنز والوايرات مالتك كلهن، هذني الوايرات مثلا اللي توصل بين الكومبوننتس مالتك وبين المذر بورد، والمذر بورد نفسه والباور سبلاي وذن الكونكشنز كلها.